استقبل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد عبد الوهاب استقبل سفير بلجيكا في مصر فرانسوا كورني لبحث فرص جذب الاستثمارات البلجيكية إلى مصر. وقد ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون المؤسسي مع الهيئة بهدف متابعة وتسهيل تنفيذ الاستثمارات والمشروعات القائمة والجديدة بالبلدين وحل تحديات المستثمرين ووضع الوسائل والآليات اللازمة لتشجيع وزيادة الاستثمار، وذلك من خلال تكثيف اللقاءات الثنائية مع الشركات البلجيكية المهتمة بالاستثمار في مصر.